نموذج سليمان فرنجي. أخطأ سليمان فرنجي مرة جديدة. تسميته لزياد مكاري وزيرا للإعلام تعتبر خطأ جسيما. لا علاقة لمكاري لا من قريب ولا من بعيد بالإعلام في حكومة الاختصاصيين، لا علاقة له باختصاصه أبدا. الوزيران الأكثر بعدا عن اختصاصهما سماهما فرنجي. لم يقع اختيار رئيس المرضى على مكاري إلا من أجل كسب أصوات من عائلته في الانتخابات النيابية. الوزارة في خدمة النيابة، والحقيقة أن غالبية النماذج الوزارية التي قدمها فرنجي في السنوات الأخيرة لم تكن على قدر الأمال الموضوعة على زعيم مرشح لأن يكون رئيس الجمهورية. ويوحي ذلك بأن ما سيفعله فرنجي رئيسا لن يكون بعيدا عما يفعله اليوم. والحقيقة أيضا أن فرنجي لم يلتقط بعد نفس ما بعد 17 من تشرين الأول، حيث يتصرف بسلوك ما قبل هذا التاريخ المفصلي، ويكابر كأنه ليس من ضحايا الثورة. وإذا كانت مؤشرات كثيرة تدل على أن حضور فرنجي تراجع بشكل ملحوظ، فإن الرجل اعتمد على تعيين مكاري كواحدة من خطوات ينوي اتخاذها لتحسين وضعه الانتخابي. ولكن لكي يكسب ثقة الناس وتأييدهم له كمرشح رئاسي، كان الحري بفرنجي أن يتصرف بأسلوب مختلف وأن يقدم أفضل الوجوه لتولي الحقائب الوزارية من المتخصصين الكفؤين، وأن يحقق هؤلاء الإنجازات لا أن يمر مرور الكرام وترسم حول بعضهم علامات استفهام. هو اختيار آخر يسقط فيه سليمان فرنجي تماما كما سقط قبله جبران باسيل. نموذجان للرئاسة ينذران بأسوأ مما نحن عليه اليوم، ولكن ما يتفوق فيه باسيل هو وضوح معظم مواقفه، بينما نجهل مواقف فرنجي من قضايا كثيرة، فهو نادرا ما يصرح ونادرا ما يقوم بنشاط إلا إذا كان النشاط رحلة صيد.